تعالوا انا وطبعا نجومنا الكبار نتعرف على اهم ملامح يانج افريكانز من خلال نجمنا الكبير محمد الباز. محمد مساء الفل عليك. مساء الفل عليك. نرحب بيك، منورنا دايما في المحترف. مباراه بكره مباراه صعبه على المستوى الفني، بنلاعب فريق اعتقد من الفرق المميزه جدا في افريقيا، لعيبه كتيره جدا عندهم امكانيات كبيره جدا. عايزين نعرف الساده المشاهدين ما هي فرقه يانج افريكانز. طيب، فهو فريق يانج افريكانز فريق طبعا فريق تقيل، خلينا نعترف ان هو فريق على المستوى الفني حتى بالارقام. ممكن نربط طبعا مشواره في الكونفدراليه الاخيره، احنا عارفين هو وصيف الكونفدراليه عمل بطوله قويه جدا يا كابتن هاني، يعني بنتكلم في 14 مباراه لعبهم في الكونفدراليه وصل فيهم للفاينل طبعا امام اتحاد العاصمه. في ال 14 مباراه احرز 18 هدف، استقبل 7 اهداف، كان في 13 اسيست تقريبا. الشوتس بير جيم او التسديدات على المرمى بتصل بس اون تارجت في المباراه الوحيده ل10 تسديدات. عندهم غزاره تهديفيه وهجوميه قويه جدا، وده اللي شفناه في الكونفدراليه. الاستابيليتي او الاستمراريه عندهم متواصله. خش بقى على الدوري يعني التنزاني، يمكن ناصر كولر قال لك ما ببصش للسنه اللي فاتت، انا عندي او يعني الحاجه القريبه خلال 4 5 مباريات اللي فاتوا. وهو قال من خلال رؤيته ان هو فريق محترم، فريق قوي، عنده لعيبه مميزه كتير يعني. صحيح، عشان كده بنتكلم الاستابيليتي هنا، الاستمراريه في البطوله الكونفدراليه. خش بقى على الدوري التنزاني الحالي بقى، بنتكلم على الموسم الحالي وقوتهم لما يلعبوا 9 مباريات فقط، عندهم هزيمه وعندهم وحيده وعندهم 8 فوز، وبنتكلم في كم 26 هدف يا كابتن هاني. لا دي بقى طبعا نسبة تهديفية كبيرة جداً. يعني معدل 3 أهداف في المباراة الوحيد. هنقول إن الدوري التنزاني مش قوي على الرغم إنه في سيمبا، وفاز على سيمبا 5-1 في المباراة اللي قبل الأخيرة، ولكن احنا بنتكلم على أرقام بتورينا الفريق دوت على المستوى الأفريقي والمستوى المحلي كشق هجومي بالأخص. لا فريق قوي، عنده غزارة تهديفية عالية جداً، عندهم لعيبة بتملك إمكانيات عالية وكواليتي عالية. ستايل اللعب هنتكلم عليه بيشبه حتى سان داونز في بعض الأحيان، عندهم ضغط شرس جداً. يعني نتكلم على الارقام، ما دام عرضنا الارقام 9 مباريات ترتيب، هو رقم بيتصدر طبعا ترتيب الدوري التنزاني، 24 نقطه، فوز في 8، هزيمه وحيده وتعادل 0، يعني ما عندهمش ولا تعادل. 26 هدف في 9 مباريات، 3 اهداف بالمباراه، استقبل 5 اهداف. انا عايز اقول لحضرتك ان هو استقبل برضه 7 اهداف في الكونفدراليه في ال 14 مباراه، يعني بنتكلم على فريق يعني في متوازن، يعني بعمليه الديزاين هجوميا عنده شكل كبير، حتى على المستوى الدفاعي مش ضعيف، ولكن مش ضعيف هو يعني اقوى خط دفاع في الدوري التنزاني حتى الان، ومن اقوى خطوط الدفاع في على المستوى الافريقي حتى، واقوى خط هجوم بالارقام. صحيح. يعني 26 هدف. صحيح. نكمل حتى نبص على الفريق في المشوار الافريقي حتى هذا العام، هذا الموسم برضه بيقدم بشكل كويس جدا، عنده لعب 5 مباريات، فاز في 4، هو الهزيمه الوحيده اللي احنا شفناها امام شباب بلوزداد، وهنتكلم عليها واسبابها، ونتكلم من الناحيه الرقميه والفنيه كانت ماشيه ازاي. يعني احرز 10 اهداف حتى الان، يعني بنتكلم برضو من الناحيه الهجوميه كبير، برضو كل مباراه هدفين على مستوى الافريقي. مظبوط، فمستوى الافريقي والمستوى المحلي ربطا بالكونفدراليه ارقاما او رقميا، لا فريق متميز جدا من الناحيه الهجوميه حتى من الناحيه الدفاعيه. استقبل 4 اهداف في المباريات او ال5 مباريات، هو هنا بس هنا علامه الاستفهام على استقبال الاهداف في البطوله الافريقيه هذا الموسم. فريق يبدو ان هو يعني مباراه شباب بلوزداد والهزيمه 3-0 يعني قد تبدو ان هو فريق ضعيف، لا احنا بنتكلم لا على العكس من ذلك. لما اتفرجنا على المباراة، استقباله حتى للأهداف في المباراة كانت في البلاس 45 مثلا، في البلاس 90، بسبب كونتر اتاك زي ما حضرتك قلت، عدم تماسك الخط الخلفي والارتداد بتاعهم كان ضعيف. هنعرض الحالات ونتكلم يعني فيها. حتى من وانت بتتكلم ان هو حتى على مستوى بيلعب خارج ارضه، انه على كونتر اتاك، ان هو كان بيضغط شباب بلوزداد. صحيح. يعني بيحاول يحقق على الاقل نتيجة تعادل او نتيجة ايجابية، وبالتالي عنده شراسة في الاداء الهجومي. يعني ده ملاحظ جدا في فريق يانج افريكانز حتى الموسم الماضي على مستوى الكونفدراليه. يعني الخط الامامي خط مميز جدا يعني بالتاكيد. وخلينا بقى نربط بالاحصائيات المباراه شباب بلوزداد. يعني لو بصينا بقى نمسك المباراه الاخيره، يعني لو نستعرض شباب يعني احصائيه مباراه شباب بلوزداد، احنا عرفنا ان هم خسروا 3-0،
شباب بلوزداد طبعا كان 3-0، يعني بنتكلم الاهداف المتوقعه الاكس جي كان شباب بلوزداد يعني قد يصل، يعني بنتكلم هو وصل اساسا لثلاث اهداف. يانج افريكانز من ناحية الهجوميه في المباراه ديت ما شفناهوش اللي هو هدد المرمى شباب بلوزداد بشكل كبير جدا، ولكن كان في تماسك، كان عنده استحواذ عالي جدا. يعني نرجع تاني هنا بقى 3-0 الاهداف المتوقعه الاكس جي طبعا شباب بلوزداد كان اوفر اتشيفد، كان متوقع ان هو يحرز هدف او هدفين. يانج افريكانز كان ممكن ان هو يصل لهدف. نسبه الاستحواذ كانت شباب بلوزداد 57-43% ليانج افريكانز. التمريرات هنا كانت 399 تمريره يانج افريكانز، منهم 322 صحيحه، يعني دقه 81%، وده بيثبت ان هم فعلا لعيبه بتمسك الكوره يعني بتلعب خلاص كرة. الكوره الطويله والكوره الثانيه دي مش موجوده، لكن هم فريق بيعمل بيلد اب، بيحاول يستحوذ بشكل كبير. التمريرات صحيحه عنده بنسبه كبيره منها، لكن الواضح كمان بيلعبوا بره ارضهم، وعندك 7 ركنيات لصالحهم مقابل 4 لشباب بلوزداد. عندك 5 تسلل كمان، نسبه التسلل دي بتوضح قد ايه ان هم وصلوا. عندهم وصلوا للتلت الاخير. كمان محاولات على المرمى تقريبا نفس محاولات شباب بلوزداد، 10 ما بينهم 4 ما بين القائم والعارضه. فكل ده يترجم لك ان هم فريق عنده شكل هجومي كويس. مظبوط، يعني حتى احنا لو هنستعرض خريطه حراريه في المباراه ديت بتورينا حتى الشكل الاختراقات عندهم كان عامل ازاي. هو دايما بيلعب اختراقات من العمق، ولكن المباراه دي كان عندهم حاجه مميزه جدا بالارقام بتورينا. من ناحيه الشمال كان عندهم هنا بقى كابتن هاني اتكلم حتى على 5 ممرات، الممر الخارجي للناحيه الشمال 15 هجمه كانت من ناحيه الشمال، طبعا بتدعيم من الممر طبعا الهاف سبيس اللي هو الممر الايمن او الايسر الداخلي ده 8 هجمات. هم بيعملوا الربط دايما من ناحيه من نص الملعب، حتى اختراقات في العمق او من ناحيه الشمال بيضموا. يعني انت بتتكلم على الجبهه اليسرى لفريق يانج افريكانز، الجبهه هي الاقوى تقريبا توتال 23 هجمه صحيح من المباراه من شباب بلوزداد كانت من الجهه اليسرى. مظبوط، دايما الربط من نص الملعب بيخش من ناحيه الشمال او بيخش طبعا من الاختراقات من العمق، بتلاقي دايما كثافه هجوميه في الحته دي. لو اعرضنا حتى الحالات وشفنا الاهداف اللي هم استقبلوها كانت شكلها عامل ازاي عشان نشوف بقى نقاط الضعف عندهم هنا ايه. بص يا كابتن هاني هنا، بص الضغط ده كان في البلاس 45، طبعا هم استقبلوا هدف في الدقيقه 9 والدقيقه 10 تقريبا، كانت برضو يعني عدم تنسيق كده ما بين اللعيبه، كان في يعني عدم تركيز، جم فيهم هدف مبكر. ولكن هنا بقى بنقف هنا، شوف هنا الضغط عليهم مشكلتهم. هنا لو عدينا عدد اللاعبين في الخط الهجومي، يعني اتكلم 1 2 3 تقريبا كانوا في واحد هنا 8 1 2 3 4 5 6 7 8 كلهم في التلت الاخير عند شباب بلوزداد، وده في بلاس. هم كانوا بيحاولوا طبعا، ده كان الشوط الاولاني كانوا بيحاولوا يتعادلوا، وبالتالي يعني عندهم بالزبط. كثافه عدديه كبيره جدا. بالظبط، بيهاجموا بكثافه عدديه كبيره جدا، 8 لاعبين واحيانا 9 لاعبين. الضغط عليهم قطع الكوره خلاص، الارتداد بقى هنا بقى خلاص الملعب مكشوف من عندهم مساحات كبيره جدا في خط الدفاع. لو نكمل هتورينا بقى المساحات، خلاص بقينا 2-2 ولا راح الشباب بلوزداد بالكوره لكمل خلاص بقى في مواجهه المرمى وعمل العرضيه واحرز الهدف الثاني. يعني ده الهدف الثاني لفريق شباب بلوزداد. عمليه الضغط الكبير، الضغط يمكن مبالغ فيه شويه بثمان لعيبه من لعيبه يانج افريكانز. كاونتر اتاك 2-2 مظبوط، بقى الهدف الثاني لفريق شباب بلوزداد. بالظبط، وده الصوره اللي بتوضح كده ان لو كملنا خلاص بقى راحت عمل العرضيه، وايه ده الهدف الثاني بالنسبه لهم. لو هنبص على الهدف الثالث كان برضو في البلس 90، يعني فضلوا ان هم متماسكين بشكل كبير جدا. اهو بص يا كابتن هاني في البلس 90 هنا نفس انا عايز اقول هنا بقى ما كانتش كاونتر اتاك، كان في بيلد اب بشكل صحيح جدا من شباب بلوزداد. يعني حتى اللاعب هنا الرايت باك بيرجع لحارس المرمى، بيبداوا ان هم يسحبوهم. عايز اقول ان يانج افريكانز مشكلتهم ان هم بيعملوا الضغط الشرس مكثف، ضغط عالي بشكل مكثف بثلاث واربع لاعبين، وبيسحبوا في نص الملعب اتنين كمان معاهم، فبيفضي مساحات في الخط الخلفي. طيب احنا بنتكلم على نقطه مهمه، ان هم بيعملوا ضغط عالي، ولكن لو انت خرجت من هذا الضغط وطلعت بيه ما عندهمش الترانزاكشن، الحاله الانتقاليه من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه، وبالتالي ممكن تسبب خطوره عليهم. مظبوط، وده اللي احنا بنتكلم عليه، خاصه زي ما حضرتك قلت بالظبط، ازاي اطلع باقل عدد تمريرات من الخلف كبيلد اب سريع، هتكشف الملعب، هتكشف خط الدفاع عندهم. وده اللي شفناه شباب بلوزداد عملوه في الهدف الثالث، يعني
يعني لو نرجع على طول. بص يا كابتن هاني، دي وصلت الباك الشمال اتلعبت يعني على طول خلال ثلاث اربع تمريرات وصلوا على طبعا 18 على ال 18 واحرز الهدف، احرزوا الهدف الثالث على طول. الخط الدفاع عندهم اهو ده المساحات اللي بنتكلم عليها. هنبص ورا هتلاقي يا كابتن هاني ثلاث لعيبه فقط هم اللي بيغطوا، طبعا ما فيش الكثافه العدديه دايما كانت مع الهجمه او مع حتى مع الضغط العالي اللي بيعملوه. هنا ما كانش في توازن بشكل يعني صحيح، فبالتالي استقبلوا الهدف التالي. دي نقطة تكتيكية مهمة جدا، انك الفرقة بتعمل ضغط ولكن عملية تحول من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية بطيء جدا، فانت لازم يكون عندك السرعة في نقل الكورة من تلت ملعبك للنص الملعب للتلت الأخير، ويبقى عندك هنا ان شاء الله فرصة للتسجيل. يعني مظبوط. يعني نبص بقى الحالة اللي بعدها، تعالى نتكلم بقى من الناحية الهجومية عندهم بيعملوها ازاي. هنا احنا بنتكلم ان احنا خلاص اتفقنا ان الفريق يانج افريكانز بيعمل الضغط العالي بشكل شرس باثنين وثلاث لاعبين. يعني نكمل هنا بقى كابتن، ده من الدوري المحلي؟ ده الدوري المحلي. أوكي. شوف كام لاعب بيضغط على الفريق طبعا الخصم، ولا احنا هم لابسين طبعا الاصفر. في فريق يانج افريكانز لابس التيشيرت الاصفر. 3-1 دلوقتي. طيب ده 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 نتيجه مهمه، ده نتيجه يعني فيها يعني نوع من هم كسبوا يانج افريكانز 3 واتغلبوا 3-1 من ميديان. ودي مفاجات الحقيقه، مفاجات البطوله ان فريق شباب بلوزداد يتغلب 3-1 من ميديان. ده واضح جدا ان المجموعه، وعلى فكره ده جيد للنادي الاهلي ان شاء الله، احنا العلامه الكامله باذن الله في هذه المجموعه باذن الله. طيب. كنا بنتكلم على الضغط الشرس اللي بيعمله فريق يانج افريكانز. بنبص نكمل في ثلاث لعيبه او دايما باربع لاعبين بيعملوا الضغط العالي. نكمل يعني او نرجع بس نجيب الحاله من اولها من هنا كابتن هاني. في ثلاث لعيبه شوف، واحد اثنين ثلاثه بيضغطوا على حامل الكوره هنا اللي هو لوحده، بحاول ان هو يرجع ليفتح. طبعا في ناس هنا، في ثلاث لاعبين فاتحين له زوايا تمرير، ولكن هم بيعملوا الضغط الشرس قوي جدا، ممكن يقطعوا الكوره. هنا بقى سلاح ذو حدين عندهم، لو اتقطعت الكوره بيروح بيعملوا تمرير من العمق، اختراق من العمق بشكل صحيح، وممكن يترجم هدف او بشكل خطوره على مرمى الخصم. لو هما ما عرفوش ان هما يقطعوا الكوره بيبقى الارتداد عليهم زي ما حضرتك قلت بالظبط، في يبقى سريع جدا سريع جدا، فبيكشف خط الدفاع. يعني في عمليه ريسك، عمليه فيها مخاطره شويه في عمليه الضغط العالي. يعني بالظبط، يعني نكمل ضغط وضغط عالي شرس، قطعوا الكوره في اقل من 50 سكند طبعا تحولت على خط. نكمل الصور والحالات هتلاقي خلاص اصبحوا في مواجهه المرمى واحرزوا هدف، ده في الدوري التنزاني. نكمل نمشي الحاله برضه عشان خلينا اسرع يعني شويه عشان نعرف اكتر، اسرع يعني شويه عشان نشوف نخش خلاص. بص يا كابتن خلاص يعني احنا عرفنا النقطه دي خلاص، عمليه الضغط العالي العشوائي لو قدروا يستحوذوا ممكن يحرزوا هدف، لو قدروا او الفريق الثاني قدر يتخلص من هذا الضغط بيكون شيء سلبي ليانج افريكانز. مظبوط. يعني عندنا برضو بعض الفيديوهات السريعه لو نستعرض منها بيترجم نفس الكلام، يعني هو الفريق ده مميز في الحاله الهجوميه بيعمل الضغط العالي ضغط شرس. مين اهم يعني انت شايف اهم اللاعبين؟ يعني انت اللعيبه البارزه على المستوى الهجومي عندهم بعض اللعيبه اكيد لعيبه دوليه على مستوى عالي، مين ابرز اللاعبين موجوده في يانج افريكانز؟ ده لو نعرض الخريطه التشكيله بتاعتهم اللي حتى الاخيره من التشكيله هنعرف نجاوب السؤال دوت ونعرف هو تكتيكيا بيمشوها ازاي. في لعيب اسمه مونتبالا ده الليفت باك بتاعهم اهو رقم 13 يا كابتن، رقم 13 رقم 13 افضل اللعيبه الموجوده، افضل اللعيب. لا هو مش هو بس، يعني هو من اللعيبه اللي دايما بتبدا البيلد اب من الخلف او من ناحيه الشمال. مونتبالا دوت بيعملها كونكشن ما بينه وبين رقم 8 خالد اوتشو نص الملعب. ده اللعيب كان بيلعب في المقصه تقريبا. مظبوط. خالد اوتشو ده دايما اكتر ممرر، يعني حتى بالارقام والاحصائيات يقول لك هو اكتر واحد بيعمل التمريرات، لان هو دايما بيربط مع مونتبالا دوت اللي هو الليفت باك، وبيبداوا ان هما ينقلوا الكره بثلاث اربع تاتشز وبينقلوها بشكل سريع جدا. اللاعب رقم 10 برضه نقف عليه اللي هو اسمه عزيز كي. عزيز كي ده نص الملعب، ده رقم 8 مركز 8 كابتن هاني، جاب خمس اهداف حتى الان، تسديداته على المرمى فاعليه عاليه جدا، سدد 18 تسديده منهم 10 اون تارجت يعني بنسبه 56%. ده رقم كويس جدا عزيز طبعا. كي دوت بالظبط. رقم 7 برضه نتكلم على رقم 7 ده ماكسي نيزينجي، الراجل ده جاب 5 اهداف ايضا، يعني نتكلم على عزيز كي 5 اهداف هذا الموسم. وماكسي نيزينجي دوت اللي هو ناحيه الشمال رقم 7 ده احرز 5 اهداف برضه من تسديداته على المرمى فيها فاعليه، 15 تسديده منهم 10 اون تارجت. الاثنين دول من ابرز اللاعبين. بنتكلم على رقم 5
25 طبعا المهاجم المعروف اللي هو موسوندو كيندي ده كان هو حتى الان هو هداف الفريق في البطوله الافريقيه بثلاث اهداف، وكان ثاني هداف البطوله في الكونفدراليه العام الماضي بعد طبعا فيستون مويلا اللي راح لبيراميدز. ده من اهم اللاعبين، اللاعب اللي تسوزوز وده رقم 26 ده لسه وافد جديد انضم للفريق، عامل شغل كبير جدا ومن اكثر اللعيبه بالنجاح الجناح اليمين اكثر لعيبه حتى بيخش مهاجم ثاني وبيخترق حتى في العمق، عشان دايما بنلاقي الكثافه زي ما عرضنا في الخريطه الحاليه من ناحيه الشمال، لان هو ده بيزيد وبيضم معاهم. دول ابرز النجوم اللي بيعملوا شغل فعلا، بيلعبوا كره على الارض، ما شفتش اللونج بولز بشكل كبير جدا، حتى الارقام ما بتقولش ان هم بيلعبوا لونج بول، دايما بيلعبوا الكره على الارض، تمريرات شورت باسز كتيره جدا، بيقدروا يوصلوا بالثلاث لاعبين دول متبالي. بعض الناس كانت بتشبه يمكن ادائهم شويه بسان داونز من ناحيه التغيير في الاداء التكتيكي والشكل الفني للفريق يانج افريكانز حتى على مستوى الموسم اللي فات، بعد طبعا يعني كان وصيف الكونفدراليه، قال لك في تطور، عمليه البيلد اب عندهم مميزه جدا، ان هم يعني ما بيستعجلوش بشكل كبير، والكرات الطويله قليله جدا، وبيحاولوا يلعبوا كوره، وزي انت ما قلت يمكن الجبهه الشمال بالنسبه لهم هي اقوى جبهه على المستوى الهجومي، وطبعا دي ناحيه محمد هاني، كلنا ثقه طبعا في محمد هاني وفي الفرقه كلها، لكن واضح جدا ان الجبهه اليسرى عندها جبهه مميزه جدا. مظبوط، يعني 26 هدف لاحظوهم في الدوري التنزاني تقريبا، اتفرجت عليهم كلهم يعني معظمهم بغض النظر عن الكوره اللي هي من ضربات الجزاء او الضربات الثابته، بيلعبوا الضربات الثابته على فكره المتحركه او الضربات العرضيات مميزين جدا، وشفنا اهداف كثيره ليهم، معظم الاهداف تقريبا تعدل 85% من اهدافهم هذا الموسم يا كابتن هاني زي ما حضرتك قلت بالظبط، الشورت باسس، البيلد اب السريع جدا، لمسه 2 3 عن طريق اللعيبه اللي احنا قلنا عليهم، بيوصلوا بيعملوا اختراقات من العمق، بيتحركوا البعض بشكل كبير جدا، بيشبه الستايل لعب في الاتاكينج بتاع سان داونز بشكل كبير جدا. مشكلتهم هو الفرق ما بين سان داونز هو طبعا ما بيقفلوش المساحات بشكل كبير، وحتى في الضغط ما فيش الرقابه حتى في الخط الخلفي ان هم يقفلوا المساحات، فعشان كده سهل جدا ان انت لو قطعت منهم الكره تعمل التحول السريع إن شاء الله. ونكسب ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. محمد الباز بنشكرك، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. شكرا يا كابتن هاني، كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي بكره ان شاء الله باذن الله.